تعاتليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدينا. فوز غالي للنادي الاهلي النهارده بثلاث اهداف مقابل لا شيء على فريق كبير طبعا، هو فريق غزل المحله، الفريق الطموح، الفريق العنيد طبعا. معايا سوبر ستار النادي الاهلي، هداف النادي الاهلي الجديد محمد شريف الوفد الجديد، نقول لك مليون مبروك رجوع مره اخرى للنادي الاهلي، والنهارده بتهدف بهدفين، والماتش اللي فات كان فيه هدف مليون في الميه صحيح، بس معلش مش هنتكلم على التحكيم. يمكن شريف الحمد لله نمسك الخشب ما شاء الله، بدأت العجلة التهديفية تمشي. السنة اللي فاتت كنت هداف مع انبي وسندي مع النادي الأهلي، وش العروسة حلوة عليك طبعا. حبيبي شريف الآخر يعني طبعا الواحد مبسوط طبعا بالجونين النهارده اللي هو في بداية الموسم طبعا، ربنا بيرزقه بجونين. يمكن الماتش اللي فات كان فيه جون بس ربنا رزقني النهارده بداله باثنين، فطبعا بحمد ربنا على المكسب. أهم حاجة احنا بنلعب، مش شريف، مش مهم شريف اللي يجيب جون، المهم الفرقة والمهم ثلاث نقاط. كان ماتش مهم عشان احنا عندنا طبعا سفر النيجر، فكنا عايزين نكسب النهارده بشكل كويس، لأن احنا السفرية طبعا مش عايزين نمشي بقى زعلانين ومنكدين، فاهمني؟ انت عارف النادي الاهلي طبعا بيلعب على المكسب كل ماتش. عايزين طبعا الماتشات اللي زي كده في الدوري بتفرق معانا جدا في الترتيب، فالحمد لله على المكسب يعني الحمد لله. تلعب يمين، تلعب شمال، تلعب فرويد، جاهز في اي مكان في الملعب تلعب؟ طبعا تحت امر الجهاز الفني في اي مكان، ما عنديش مشكله جدا في اي حته يعني. جمهور الاهلي بيحمل عليك الفتره الجايه امال كبيره جدا تبقى هداف النادي الاهلي، نخلص مباريات كتيره وخصوصا افريقيا كمان، واحنا عاوزين نجم العشره، احنا ده خلاص دخلنا في العشره، عاوزين نجم العشره باذن الله. باذن الله ان شاء الله عند حسن ظنهم باذن الله حبيبي ان شاء الله. حبيبي يا شريف، حبيبي.